احتفالية النادي الاهلي ببطولة الدوري العام والبطولة رقم 40 في تاريخ النادي الاهلي من حيث هذه البطولات. فمعايا في هذه اللحظات طبعا صلاح محسن احد نجوم النادي الاهلي واللي اكيد ساهموا في هذه المباراة. صلاح ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. الف مبروك طبعا فوز ببطولة الدوري، واحتفالية اكيد مهمة بالنسبة لكم خصوصا بعد موسم طويل بالنسبة للاعبي النادي الاهلي هذا الموسم. الحمد لله على البطولة، وبشكر ربنا على البطولة ديت. انا ما كملتش يعني 6 شهور واخدت بطولة في النادي الاهلي. بشكر اللعيبة، لعيبة كبار عملوا مجهود كبير في البطولة، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق البطولة، وان شاء الله السنة دي ان شاء الله نعمل اكبر حاجة من الانجازات ونحقق يعني البطولات كتير ان شاء الله. قلت ان انت كان بقالك 6 شهور بس في النادي الاهلي واحرزت بطوله، قول لي شعورك مع اول بطوله مع النادي الاهلي، وهي بطوله غاليه بطوله الدوري، وانت شاركت مع نهايه البطوله بس تالقت كمان، وبتحديد المباراه الاخيره امام فريق مصر. شعوري ان انا لبست البدله. شعوري ان انا مبسوط جدا يعني، ومع اللعيبه الكبار ديت ان شاء الله يعني انا مش عارف اقول، انا يعني مبسوط جدا، وان شاء الله باذن الله يعني الفتره اللي جايه نقدر نحقق اكبر حاجه من الانجازات. والاحتفاليه يعني بشكر النادي الاهلي وبشكر جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله احقق باذن الله بطوله افريقيا ان شاء الله، واكبر مجهود لينا ان شاء الله نعمله ونحقق البطوله باذن الله. سر تالقك الفتره الاخيره بدايه من مباراه اياكس هدف مصري، هدف مباراه المنتخب الاولمبي كل مباراه هدف، سر التالق ده ايه؟ كلمني. وهل كنت تتمنى ان انت تكون موجود مع منتخب مصر في كاس العالم؟ والله انا بص، انا قلت لك لحد اخر ماتش كان عندي امل ان انا ابقى موجود، بس الحمد لله يعني خلاص ربنا راد ان انا ابقى مع المنتخب الاولمبي، وان انا مركز مع المنتخب الاولمبي ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل انجاز كبير مع المنتخب الاولمبي، وادي على المستوى ان شاء الله، ونقدر نحقق البطوله اللي هي المفروض تبقى 2018 2022 تقريبا. باذن الله نقدر نحققها ان شاء الله يعني، وانا الحمد لله يعني لسه عندي كتير باذن الله، الفتره الجايه اشتغل كتير، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. سألتك لجمهور النادي الاهلي اخيرا، تقول لهم؟ اقول لهم ان شاء الله جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، ودايما عارفين النادي الاهلي ببطولات بانجازاته، وان شاء الله نقدر نحقق بطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. لسه مستمرين.